السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو علاو الذهب، الله يوديك. حبيت الرياضة تتعلمها؟ اي والله، شفت كابتن بشير يلعب حبيتها اللعبة، علمت جهالي على اللعبة. ولدك تعلمه؟ اي والله الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم راح نتعلم اول خطوات. اول خطوات زين، ضب لنا هاي بعد. ضب هي كابتن دلف، والله ودك هاي ضب على مود. شنو هسه نشرح لك وللمتابعين ابو علاوي، من راح تقوم بس قوم واوقف، ايش اللي تسوي؟ ايه. تمام اوكي. طيب هسه قوم. هاي شباب، هسه ابو علاوي اول خطوه سواها، طبعا هو شرح للمتابعين، وابو علاوي يعني مو تمثيل حقيقه، ما يعرف اول لبس الى اول دقيقه. هاي اول ما تجي الشريط هذا الضبه، هسه فهمت ابو علاوي، هسه المتابعين لكم، هذا الضبه قيطان عادي تكرم مال حذاء، وقفتك تصير هيك. نجي على الاساسيات، شو سوى ابو علاوي المتابعين؟ شو سوى؟ رجليك ابو علاوي تنزلها عاشت ايدك من وضعيتك كلها صحيح، بس هم شرح المتابعين من الحزام وفوق، هاي وضعيتك صحيح. ايديك للامام، اول شيء وزن راح يصير عندك وزن صحيح. الثانيه من توقع تصير وقعتك للامام، تخلي ايدك مو على وجهك، راح تصير الوقعه. تمام، هسه راح نبدا اول خطوات بقى على رجليه. خلينا نطلع شويه منه، خلينا نطلع من هذا الحصو، امشي لي عدل في عاشت ايدك، عاشت ايدك يمك، وقف حتى المتابعين هم يعرفون شلون مشيت اول يوم، وان شاء الله يومين ثلاثه هم يشوف هسه مشك شو راح يصير. بقى على رجليه، لا تمشي بس بقى على ايديك، جسمك عدل. واحد اثنين، اوقف لجيمك، يلا واحد اثنين، خطوة قصيرة، عرفت؟ بعث على رجل المتابعين، واحد اثنين، خطوة قصيرة، واحد اثنين، هيك يصير. هسه لك، هسه شو راح نمشي؟ يعني امشي نفس الخطوة قلت لك عليها، اي قصيرة، شوي افتح رجليك، لا تحاول ترجعها لي ورا، عاشت ايدك، واحد اثنين، عاشت ايدك، على كيف، على كيف. تمام، شباب نهاية أول دقيقة لأبو علاوي. يا حسين على كيفك، حقيق على كيفك يا حسين. حسين لا تسرع ولا توقف جسمك عدل نهائيا، اي هيك عليه، واحد اثنين، شو سوي انت سوي، يلا راح اصير قدامك التصوير عليه، يلا عاشت ايدك، ايديك للامام، جسمك نازل، واحد اثنين، تجيك هاي الطاسه عبرها، لا توقع على كيفك، جيد عاشت ايدك. بالنسبه لاول يوم حتى المتابعين خلي يقيموك، يعني انا ما اجامل، كل زين، اول مره بحياتي. أي. عاشت ايدك، اهم شيء الثقه بالنفس، اكيد اكيد، عدم الخوف، اكيد عاشت ايدك، عاشت ايدك، اهم شيء الاراده، بس على كيفك. هسه افتر لي، افتر لي هيك، هي على الاضاءه حتى المتابعين يشوف المشي، الخطوات الصحيحه. طبعا ابد ما لابسه حسين ابو علي، ابد ما لابسه السكيت، هاي اول دقيقه له، تقدر من هاي اللحظه انت تتعلم خطوات المبتدئ الصحيح بدون تمثيل، يعني عاشت ايدك، على كيفك، لا بعلي 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 مو هيك، لا بع واحد اثنين، واحد عاشت ايدك، عاشت ايدك، على كيفك. راح تجيك هاي النزله شويه تاخذك، على كيفك، كل زين. اول يوم هاي خطواتك تبقى هيك، راح تتطور كل ساعه نص ساعه، تقوم تمشي احسن، يومين ثلاثه تمشي براحتك، اهم شيء الخوف تروح، تشنج يصير عندك يروح، والخوف يروح عندك، هواية أمور، هواية أمور راح يصير عندك، على كيفك تطلع قبل، على كيفك، لا تستعجل، على كيفك يا بطل. أكيد هو السكيت أبو علاوي، السكيت يخدمك إذا حجري راح يصير ثباته صحيح، ما أقول لك لا، بس ما يفيد بالمشي أو التعليم، لأن أول شيء الرجل تلوف به، الرجل هيك يصير، فما ينفع للمتابعين وإلك، فمن تلبس شيء صح مضبوط، على جبت لك سكيتي مو عادي، حتى تمشي بسهولة، جيلاتين يساعدك على المشي والخطوات الصحيحة، رغم هو سريع وخلينا نقول بالعامية يزحلق وكذا، بس هو أضبط المشي مالته، عاشت إيدك، افتح شوية رجليك أبو علاوي، إيديك قدمها، جسمك مو عادل، جسمك هسه عندك، هسه ليه صار عندك هذا الخلل؟ جسمك وقفت عدل. هي هم فايده للمتابعين حتى يعرف انت شنو الاخطاء اللي يمر بها المتابع، على كيفك، سرعت خطوه كبرتها هم غلط، نرجع نوقف، اوقف اخذ وضعيات كلهن الاساسيات، ورجلك لا تقدمها،
هاي الرجل، هاي الرجل لا تقدمها زايد، لا خطوة تصير صغيرة، واحد اثنين استمر. نرجع هناك؟ ارجع ارجع حتى شوية طسات كذا، نفس الخطوات على كذا، جسمك ميل للأمام، عاشت ايدك كل الزين. لا تطول الخطوة، يعني بقى لا تبقى رجلك لي ورا، وللمتابعين بقى علي ابو علاء ايه عاشت ايدك، هذا المشي الصحيح عاشت ايدك. لا لا تسرع، لا تسرع، لا تسرع من اول ساعة. شوف دائما إيه هذا، شوف ليش يزرع بالشخصية الثقة وعدم الاستسلام، هذا بقى يصير عندك اندفاع سرعة. لا بالعكس، انت لا تسرع، تمام، انت شو تسوي؟ خفف رجلي. ثانيا ما اظل امشي، اوقف شويه هيك، خلي هو يمشي والنوب امشي، يعني واحد اثنين وخليه يمشي وحده، اي يعني اوقف شويه واستمر هيك. شو يصير عندك؟ يصير عندك سيطره على السكيت، مو هو سيطر عليك، يصير سيطره على السكيت قويه عليك. عاشت ايدك، رجعنا نفس البكان. خلينا نختم اول يوم تعليم، شويه افتح رجلك لا تنسى، لا ترجع لي ورا، اي عاشت ايدك يا بطل، عاشت كلش حلو. اللي يشوفك ما يقول اول يوم، مع اليومين ثلاثة هذا تعليمك. يمك ابو علاوي على كيفك، تقدر توقف بس ميل نفسك للامام، عاشت ايدك، افتر عليه تقدر على كيفك. اشكرك انا ابو علاوي، اشكرك لا بالخدمة يا بطل، وان شاء الله المقطع الثاني الثالث ان شاء الله يشوفوك تمشي. تحياتي لك ابو علاوي، موفق. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.